السلام عليكم. في هذه الحصة غنشوفو تمرين ديال الدالة التألفية، خاص فقط كيف نحدد صيغة الدالة التألفية. يعني ما تعطاش لينا اف لي اكس يساوي اكس زائد بي، حنا غنحددو المعامل ونحددو بي. وفي هذه الحالة كيعطونا مثلا اعداد وصورها، كيعطونا الاعداد والصور، على الاقل جوج، عدد وصورته ثم عدد اخر وصورته او معطيات اخرى. نتمرن اف دالة تآلفية بحيث مثلا اف لي صفر، صورة صفر هي مثلا ناقص اثنان، وصورة اثنان عدد اثنان، يعني اف لي اثنان يساوي اربعة. اذن اول حاجة هو ان نحدد صيغة، باش نحدد الصيغة نضع الصيغة ديالها العامة هي أكس زائد بي، كتكتب أكس زائد بي معامل في أكس زائد عدد بي. نحدد معامل هو الأول، معامل أ. شفنا الصيغة كيفاش كيتحدد معامل، هو فرق بين الصورتين على الفرق بين العددين، يعني إف لإكس ناقص إف لإكس بريم عددين على إكس ناقص إكس بريم. إكس الأول عندي هو مثلا اثنان، إف لي اثنان ناقص إف لي صفر، هنا في الفوق على اثنان ناقص صفر. إذا هذوك الأعداد اللي عندي في الفوق هو اللي كندير الفرق، غير الفوق في البسط كنعوضهم بالصور. إذا صورة اثنان عندنا هي أربعة، صورة اثنان هي أربعة نعوضها، ثم صورة صفر هي ناقص اثنان، وبالتالي غيكون عندي ناقص الاول مع ناقص ديال ناقص اثنان، ثم اثنان ناقص صفر هو صفر، غتولي اثنان ناقص ناقص اثنان هي اثنان زائد اثنان، ناقص ناقص كيعطينا زائد، اذا هي ستة على اثنان يساوي ثلاثة. اذا المعادلة او الصيغة ديال الدالة التألفية غتصبح اكس زائد بي ا هو ثلاثة، اذا غتصبح ثلاثة اكس زائد بي، بقى لنا بي. نحدد العدد بي، كيف غنختارو العدد وصورته، واحد من هادوك اللي عندنا في عندنا صورة صفر هي ناقص اثنان ولا صورة اثنان هي اربعة. غناخدو مثلا صورة اثنان هي اربعة، اف لي اثنان يساوي اربعة، الا درتي الاخرى راه بحال غتعطيك نفس النتيجة. عندنا اف لي اكس، اف لي اثنان هي اربعة، غنعوضوها في ديك الدالة اللي لقينا اف لي اكس يساوي ثلاثة اكس، بلاص اكس غندير اثنان، و بلاص اكس في الجهة الاخرى غندير اثنان، اذا اف لي اثنان هي ثلاثة في اثنان زائد بي. اف لي اثنان عندي هي ربعة، نعوض ندير بلاصة ربعة، و ثلاثة في اثنان هي ستة زائد بي. إذا بقى لنا فقط بي، نرد ستة عند ربعة ونغير إشارة طريقة حل المعادلات. إذا بي يساوي ربعة ناقص ستة، أي أن بي يساوي ناقص اثنان. إذا صيغة الدالة هي ثلاثة إكس، اف لي إكس اف لي اكس المعامل لقيناه في الاول، اف لي اكس يساوي ثلاثة اكس، ثلاثة اكس او بي هو ناقص اثنان. اذا هذه صيغة الدالة.